السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة دوبلكس ناصية مميزة بسعر لقطة واجهة بحري شرقي وبجوار شارع 10 خدمات العامة داخل القرية. دي واجهة العمارة، وعندي هنا نبص على المدخل. مدخل مميز جدا وموجود عندي على اليمين هنا اسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا دي الشقة اللي فيها العرض، الدوبلكس أسانسير ودول الشقق الجاري. بقى الدور عندي هنا على 3 شقق. دي خصوصية، باب حديد للدوبلكس خاص بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا في البداية صالة توزيع للغرف والمطبخ والحمام. عندي هنا أول غرفة نوم، كبيرة ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب عالي، جبسن بورد. وعندي هنا دي الإطلالة بتاعتها، موقع سكني بتطل على الشارع. وعلى شمالنا موجود الحمام، وعندي هنا الغرفة الثانية تقريبا نفس مساحة الغرفة الأولى، متشطبة برضو كويس جدا، تشطيب عالي، جبسن بورد، ألوان هادية ممتازة جدا. ودي عندنا هنا برضو الإطلالة بتاعتها، وعندي هنا مطبخ أمريكاني وريسبشن، متشطب كويس جدا، تشطيب عالي، جبسن بورد، وموجود في السلم الداخلي اللي بيطلعنا للروف. ده المطبخ عندنا من الداخل، وده الريسبشن ما شاء الله تبارك الله.
نطلع مع بعض للبلكونة ونشوف رؤية الشارع. عندي هنا بلكونة جميلة جدا ما شاء الله، ودي رؤية الشارع، واجهة بحري شرقي، ناصية ممتازة جدا. ما شاء الله تشطيب ممتاز، جبسون بورد عالي الجودة بألوان هادية ممتازة جدا. نطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي للروف. ما شاء الله تبارك الله، عند الروف هنا متقفل برج الخشب ومتقفل بالكامل من الصاج للحماية من الأمطار. شغل جميل جدا ما شاء الله، ومساحة جميلة. الناصية بتطل على شارعين، ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس بالروف، الطابق الخامس بالروف آخر دور. العمارة عبارة عن 5 طوابق. العرض بتاعنا في الطابق الخامس بالروف، موجودة رخصة مباني وحصة في الأرض ومسجلة في الجمعية 6 أكتوبر قوات مسلحة، وكاملة الإعدادات كهرباء ومياه، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للدوبلكس 180 متر، عبارة عن 90 متر تحت زائد 90 متر فوق للروف. السعر 245,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم احمد بهجت صاحب قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، اشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا جدا، سعر ممتاز، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.